وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارناً. وإنما كان التمتع أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، فإنه لما قدم مكة وطاف وسعى قال لهم وهم على المروة: من لم يسق الهدي فليحل. أمر من لم يسق الهدي أن يحل وأن يجعلها عمرة، وقال: افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فتأسف عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. وثالثا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأنه يتمتع فيما بين حجه وفيما بين عمرته وحجه بما أباح الله تعالى له. ثم يلي ذلك القران، ثم يلي ذلك الإفراد.